السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تمرينات الدرس الأول في الوحدة التالتة من كتاب Step Ahead. وطبعا شرح الدرس ده للي مش متابعنا موجود في صندوق الوصف من كتاب المعاصر وكمان حل تمرينات كتاب المعاصر. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا تمرينات الدرس الاول في كتاب استبهاد موجودة في صفحة 88. عندنا كلمة sunglasses يعني نظارة شمسية، عندنا suitcases بمعنى حقائب سفر، عندنا exciting بمعنى مثير أو رائع، عندنا كلمة excited بمعنى متحمس، عندنا كلمة pack حبيبي شكل ما قلنا معناها يعبي أو يحزم. مام بتكلم آسر طبعا كل حبيبي دعم موضوع الريدينج، يعني لما تقرأ موضوع الريدينج كويس مرة واثنين وثلاثة حبص تلاقي الموضوع في الاختياري سهل جدا معك. مام بتكلم آسر فبتقول له آسر We need to pack our E for our holiday tomorrow. أكيد طبعا كلمة suitcases. Suitcases حبيبي بمعنى حقائب السفر. It's exciting. I can't wait to go to الفيوم to see Uncle حاتم. لا مش قادر استنى عشان أشوف عمو حاتم and Aunt ملك. And of course فارس and دينا، وكمان فارس ودينا our cousins ولاد عمنا. فمام قالت له I know. I am eager to see them. طبعا هتقول انا متحمسة ان انا اشوفهم، فاكيد هتقول I'm excited. I'm excited to see them. To we haven't seen them for ages. وده حبيبي for ages معناها for a long time. For a long time يعني لمدة طويلة. But come on. We need to eat. بس بتقول له يلا احنا محتاجين ايه. اكيد هتقول له we need to pack. باك حبيبي يعني نعبي الشنط او نحزم الشنط للسفر. آسر اوكي I need to pack my green t-shirt and my swimming shorts because they have a lovely pool don't they. ده انا محتاج ان انا اعبي التيشيرت الاخضر بتاعي وكمان المايوه بتاعي لان هم عندهم حمام سباحة جميل جدا مش كده. Yes and remember your A it will be very sunny. يعني قلت له ده هيبقى الجو مشمس جدا. يبقى اكيد remember your sunglasses. قلت حبيبي sunglasses بمعنى النظارة الشمسية. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال التاني، والسؤال التاني بيعتمد على برضو قراءتي للموضوع لانه جايب لي اسئلة والاسئلة دي خاصة بالدايلوج بالمحادثة دي. بقول read the dialogue again and answer the questions. Who is Asir going to visit? يا ترى آسر حيزور مين؟ برافو عليكم. He is going to visit his uncle. His uncle يعني عمه، لو عايز تذكر اسمه عادي خالص هقول his uncle حاتم، يعني عمه مين حبيبي؟ حاتم. طيب number two بقول is Asir going somewhere hot or cold؟ طب يا ترى المكان اللي هو رايحه hot يعني حار or cold بارد؟ اكيد هقول hot. حار ليه؟ أن مام سيد مامتو قالت it will be very sunny. طبعا مامتو قالت ان الجو هيكون حر جدا. طيب نمبر 3 بقول why does Asir need a sweater؟ يا ترى آسر محتاج سويتر ليه؟ طبعا هقول because شكل ما مامتو قالت it becomes cool in the evening. لان الدنيا بتبرد امتى حبايبي؟ في المساء. because it becomes cool in the evening. number 4 does Asir take his جلابية؟ طبعا no he doesn't. طبعا هو ما خدش الجلابية. لما لا ناخد الجلابية قالت له لا طبعا no he doesn't. which pajamas does Asir pack؟ طبعا any بجامة اللي هو اخدها. طبعا شكل ما شفنا هو خد the striped pajamas يعني خد حبايبي الايه البيجامه المقلمه. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. بقول need to short swimming I pack my. طبعا اكيد هقول I need to pack يعني انا محتاج اعبي. طيب محتاج اعبي ايه؟ هقول my swimming
shorts. يعني my swimming shorts قلنا المايو بتاعي. تعال نشوف number 2 في صفحة 89. بقول لي آسر or what mom and doing. طبعا أكيد أنا عايز أقول ماذا يفعل آسر ومامته أو ماذا تفعل الأم وآسر. يبقى إذا هقول what. أدي أداة الاستفهام. فعل المساعد بتاعي or. طب بدأت بماما عند آسر عادي أو آسر عند مام برضو عادي. يبقى mom and آسر doing. تعال نشوف نمبر 3. بقول two need pack we suitcases our. طبعا عايز اقول ان احنا محتاجين نعبي الشنط. يبقى we need to pack our suitcases. يعني احنا محتاجين نعبي الشنط. طيب will Nicholas I my take gold. طبعا هنا هقول ان انا هاخد انا سوف. يبقى I will بيجي وراها مصدر يبقى take. صفة الملكية بتاعتي my. gold طبعا معناها ذهبي صفة. واجيب Nicholas الاسم بتاعي. I will take my gold necklace. number 5. will green my t-shirt need to I pack. اكيد هقول I طبعا need to اللي بيجي وراها مصدر يبقى I need to pack. برضو صفة الملكية my. اللون بتاع بيجي الاول يبقى my green وبعد كده t-shirt. انا محتاج ان انا اعبي التيشيرت الاخضر بتاعي. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترقيم وده في صفحة 89. we need to pack our suitcases آسر. طبعا الدبل بتاعت وي هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام. need to pack our suitcases. آسر لازم الاي كابيتال عشان ده اسم شخص. في الاخر فرستوب دي جملة عادي. تعال نشوف نمبر 3. بقول I can't wait to go to الفيوم to see uncle حاتم and aunt ملك. طبعا الاي كابيتال هنا في اول الكلام. كانت حبايبي الابوستروفي. wait to go to الفيوم حبايبي الاي كابيتال وكمان الاف كابيتال. تاني الاي كابيتال والاف كابيتال. to see طبعا عشان مش هيكمل. طبعا حاتم الاتش هتبقى كابيتال حبايبي لانها اسم شخص. وملك طبعا الام هتبقى كابيتال لانها اسم شخص. وفي الاخر اكيد هحط فول ستوب لان دي جملة عادية. والاشرف need a coat and a scarf. طبعا ولد دبليو. اشرف الاي عشان اسم شخص. need a coat and a scarf. وفي الاخر طبعا احط question mark علامة استفهام. تعال نشوف حباب يلا السؤال الخامس واخر سؤال هو سؤال الباراجراف. بقولي طبعا write a paragraph on the following. what clothes you take when you go on trips. يا ترى ايه الملابس اللي بتاخدها لما بتروح الرحلة. طبعا قلنا trip يعني رحلة قصيرة. طبعا طالما هكتب عن الرحلات يبقى لازم اقول في الاول انا بحب الرحلات القصيرة. طبعا اوعى تنسى تسيب فراغ فاقول I like trips. يعني انا بحب الرحلات القصيرة. وبعدين هقول لما انا بروح رحلة قصيرة بحتاج ان انا احزم بعض الملابس. يبقى هقول when I go on trips. لما بطلع في رحلات I need to pack some clothes. يعني انا بحتاج ان انا اعبي بعض الملابس او اخد بعض الملابس. ابدأ بقى اجيب الحاجات اللي انا هاخدها وهاخدها لي. يبقى هقول I need a t-shirt. يعني انا محتاج t-shirt. طب وبعدين اكيد هقول محتاج النظارة الشمسية لان جوي بحر. يبقى I need
sunglasses because it is always hot on trips. يعني في الرحلات بيبقى الجو دايما حر. هقول I need trainers يعني بحتاج حذاء رياضي او sneakers because they are comfortable يعني هي مريحة. هقول كمان I need a sweater because it is cool in the evening يعني بيبقى الجو برد فين حبايبي في المساء. انا كده كتبت باراجراف بسيط خالص عن الحاجات اللي انا بحتاج اخدها معايا في الرحلة. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة, واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تابعونا في الحلقة اللي جاية مع حل تمرينات الدرس الثاني بس بعد ما نشرحه من كتاب المعاصر وكمان نحل عليه. Goodbye. السلام عليكم.